عمرك على الايام وبرد من الهوى وسباح على الاقدام وفرح بهذا العين وفرح بهذا العين انا استنى يا عين يا مساء الخير، حياكم الله اعزائي المشاهدين وكل اللي بيتابعونا الان على قناه اليمن اليوم، برنامجكم عيدنا وطن. نشكر كل اللي تفاعلوا مع هذا البرنامج واللي راسلونا على الواتساب الخاص بالبرنامج، ومعنا رقم البرنامج اللي حيظهر اسفل الشاشه. نرحب بتواصلاتكم خلال مده وهذه المده والحيز من الزمن اللي احنا طالعين لكم فيه. نشكر الجميع. أم كبرياء للأمانة البارح في الاتصالها أصداء على مستوى الزملاء وعلى مستوى الناس اللي راسلونا في الواتساب، لكن نرجع ونجدد ونقول أنه يعني الروح المعنوية خلوها موجودة عندكم، عززوا ثقتكم بأنفسكم، إن شاء الله كل الأمور لا خير. رقم البرنامج موجود أسفل الشاشة، الفيديوهات توصل تباعا، اللي بيوصل اليوم حيطلع بكرة. وعلى كل حال والمسامحة من اللي ما حنستطعش يعني، خصوصا ووقت البرنامج يعني وحلقاته يعني خلال أيام عيد الفطر المبارك، بس يعني المسامحة من اللي ما استطعناش ان احنا او مش حنستطيع ان احنا نظهر فيديوهاتهم. اكيد انه كلكم خصوصا اللي رسلوا للواتساب الخاص بالبرنامج منتظرين الفيديوهات اللي راسلتونا وعبرتوا عن الكلام اللي زي ما اتفقنا من القلب للقلب. اي حد يهنئ اللي حاب، يهنئ اهله، يهنئ اسرته، يا اي اللي حاب يقوله يقوله، واهلا وسهلا بالجميع. نطلع معكم باول كليب في هذه الحلقه ونرجع نستقبل باب الاتصالات والتهاني على الهواء مباشرة من برنامج عيدنا وطن من على ضفاف النيل من جمهورية مصر العربية الشقيقة. يعني احنا موجودين ومنتظرين اتصالاتكم. نتابع الكليب ونرجع لكم. يعيدك يا يمن السعيدة وتعود لك الأمجاد والخير عايد، وينصر أبطال الجيوش العنيدة ويجمل على سعود وعيال زايد. صح الله لسانك. كل عام والجميع بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير والشعب اليمني بخير، وتحية خاصة للوالد الشيخ علي ثابت وتحياتي للجميع دون استثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة، والوطن بخير، صحة وسلامة، والوالد العزيز علي ثابت الشيخ علي ثابت قايد صحة وسلامة وطولة العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، كونوا حريصين على الوطن دائما، لا تستسلموا، أهني أبي الغالي وأمي الحبيبة وإخواني وكل الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. العايدين الفائزين كل عام وأنتم بخير، ونعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. عيدنا وطن، عيدنا وطن، ما عيد إلا بالوطن. عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم صالح بن صالح أحمد الهيب، محافظة شبوة، مدينة بيحان، ومقيم في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مكة المكرمة مع الأخ علوي مبارك لبهش، برضه من محافظة شبوة مدينة بيحان. عيد عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير وطيبين، عد الله علينا وعليكم في خير وصحة وسلامة. وكما يعيد هذا العيد على الشعب اليمني بالأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، مهني قناة اليمن اليوم وجميع أبناء الشعب اليمني بقدوم عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله، ورحمة الله على شهيد الوطن الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله تخشاه. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، مهنا الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يمن على يمننا الحبيب ووطننا الغالي وشعبنا اليمني العظيم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيل الغمة عن شعبنا اليمني العظيم. معاهدين الله والوطن والزعيم الشهيد علي عبد الله الصالح وأمين العام عارف عوض الزوكة، بأن نبقى على عهد
والميثاق الوطني للثورة والجمهورية والوحدة. زي ما قلنا بيض الله وجهكم جميعا. حلو التنوع في الفيديوهات. واللي شدني أيضا طبعا احنا بنرد على الجميع انه كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله الوطن يكون بخير، وان شاء الله ترجعوا تعيدوا في وطنكم، واليمن سعيد بإذن الله تعالى. بس اللي شدني الطفل اللي لابس الزي الرسمي السعودي، وهو عادي يعني طبعا هم في 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 بلاد أهله بيشتغلوا هناك، أكيد انه حيلبس الزي الرسمي السعودي على أساس انه احتراما للمملكة العربية السعودية الشقيقة. بس شدني لما يعني هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حافظوا على وطنكم. يعني هي رسالة مهمة جدا، مهمة جدا من طفل، يعني يفترض انه الجميع يلتقط هذه الرسالة، وان شاء الله نحافظ على اوطاننا مباشرة. يعني احنا معنا الرقم حيطلعوا الشباب الان، فاتحين باب التواصل للجميع. اهلا وسهلا بالجميع، اللي حاب يهنى اهله، اللي حاب يهنى اللي يحب بمناسبة عيد الفطر المبارك، 0022 37 499 705. طيب أول متصلين فاروق، نكرر إنه 002 02 37 499 705. هم هنا بيقولوا للصفر زيرو، فاحنا بدأنا ندخل في الجو يا باشا. فاروق من أي محافظة يا شباب؟ فاروق. نعم نعم. من أين يا شباب تحاكى وادعي؟ فاروق ثابت من أين؟ نعم نعم أنا معك على الهواء، ولكن هناك صوت مؤثرات لا أسمع صوتك بوضوح. وطى شوية صوت الأغنية المصاحبة على أساس تسمعني بوضوح. أيوة بالضبط. فاروق أنت من أي محافظة؟ أنا من محافظة تعز. أنت موجود في تعز الآن؟ لا أنا في حديثك الآن في كوالالمبور. أهلا وسهلا من كوالالمبور. كيف الأجواء العيدية هناك؟ الأجواء العيدية جميلة، خاصة الآن في الآونة الأخيرة في العام العامين الأخيرين كثرت عدد أبناء الجالية اليمنية هنا، وأصبحت الطقوس العيدية، خاصة أننا في بلد مسلم أولا، والطقوس العيدية تشابه اليمن إلى حد كبير، لكن مع وجود الجالية اليمنية وارتفاع عددها حيث وصلت إلى نحو 20,000 أو يزيد، باتت الطقوس الفرائحية أو الطقوس العيدية يمنية بامتياز من الدرجة الأولى. أيوة مع لمة الأهل والأحباب، بس مع الأسف الأغلبية من اللي خرجوا خارج اليمن، يعني خرجوا من الحرب ومن اللي حاصل في اليمن وانقطاع الرواتب وإلى آخره، ونتمنى أنه نعم الدرجة الكبير هروبا، خاصة أن من لديهم رؤوس الأموال، وكذلك خرجوا ممن لديهم يعني حالتهم المادية متوسطة لتدريس أولادهم في الخارج، خاصة بعد تحويل الجامعات إلى سكنات في الداخل إلى سكنات عسكرية، وأيضا ضرب التعليم في الصميم بحيث أصبحت الجامعات كلها لتدريس أبناء السلالة وما إلى ذلك، وأيضا ضرب التعليم الثانوي وتحويله إلى يعني رفع منح المعدلات بطريقة صادمة لكل المشتركين الذين من أبناء السلالة ومن يحارب معهم في الجبهات، وهم لم يحضروا امتحان الثانوية العامة، هذا أثر على مستوى الشهادة العامة وعلى مستوى التدريس العام، ففضل كثير من الآباء الذين طبعا هم نسبة قليلة جدا ففضلوا أن يأتوا لتدريس أولادهم في الخارج ويهربوا برؤوس أموالهم الصغيرة للمعيشة هنا، وبعضهم أيضا يمكن 20% أو 15% حالتهم المادية مزرية، لكنهم مطاردين من قبل الحوثيين. أيوة الله المستعان. طيب ايش وجه الشباب ووجه الاختلاف بين العيد اللي في اليمن والعيد اللي عندكم في كوالالمبور؟ اعتقد انهم يعني بالنسبة للطقوس اليمنية الفرائحية في العيد والطقوس الدينية هي نفسها، لكن هناك اختلاف بسيط او ربما يكاد يكون ايش هو الاختلاف البسيط؟ اختلاف بسيط من حيث الماليزيين واليمنيين
بحيث انه الزي يختلف نوعا ما. هناك هناك المانيزيون يعودون الى قراهم كما يفعل اليمنيون، لكن هناك ايضا الاختلاف البسيط بحيث انه الماليزيون يعني يعمل معدبات طعام حتى عيد الاضحى المبارك، يقومون بعمل معدبات طعام ابتهاجا بعيد الفطر المبارك حتى مجيء عيد الاضحى، يعني لا يوقفها الا عيد الاضحى. ويوزعون الدعوات ويفعلون مآدب هي قصدي الماليزيين، يعني يبدو انه لانه يعني بيحتفلوا بعيد الفطر المبارك بيمتد معهم مأدبة يعني الكرم والضيافة إلى عيد الأضحى المبارك. أيوة صح؟ أيوة ويعملون مخيمات في الشوارع ويوزعون أيوة ويوزعون دعوات. وأنا قد حضرت أكثر من مرة، طبعا أنا أقيم هنا منذ 10 سنوات، خلصت الماجستير والآن مخلص الدكتوراة إن شاء الله. علشان كده أنت فارح يا فاروق، علشان كده أنت فارح إنه في يمنيين كثيرين وصلوا للدعوة، ولكن الأمانة فرحتنا أكثر حتكتمل إنه يرجعوا الى بلدهم. يعني انت حلو انك فرحت انه في يمنيين وصلوا لماليزيا على اساس وكوالا لمبور على اساس بتعيشوا انت وهم فرحه العيد، لكن ايضا نتمنى انه اليمنيين كلهم يرجعوا الى بلادهم خصوصا اللي نزحوا. اليمني يريد ان يعود، اليمني يريد ان يعود الى بلاده، لكن البلاد تحول الى جحيم دائما. اليمني ربك كريم، المواطن المواطن يبحث عن الامان والامن، يبحث عن دوله فيها نظام وقانون، يبحث عن استثمار يخضع للقوانين، يخضع للأنظمة واللوائح، يقدم ما هو عليه ويلتزم بما هو له يعني. طيب لكن ربك كريم، ربك كريم، يعني تحولوا الى سلالة معينة تنهب وتخرب وتفعل فلذلك افضلوا كثير منهم الهروب والجلوس هنا رغم ظروف بعض المزيه. ربك كريم يا فاروق، احنا نتمنى لكم عيد سعيد باذن الله تعالى، و كل عام وانت بألف خير، وكل اليمنيين الموجودين في كل دول العالم. رقمنا اسفل الشاشه اعزائي المشاهدين 002-02-374-99-705. كنا البارح كنا طالعين بالرقم يعني، واكتشفنا انه في اتصال من الثابت وفي اتصال من الجوال. اعتمدوا على جوالاتكم، اعتمدوا على الموبايل الشخصي حقكم واتصلوا على الرقم 002-02-374-99-705، ونستقبل اتصالاتكم من داخل اليمن ومن كل دول العالم. فكرة البرنامج ايضا واساس فكرة البرنامج السلفي اللي بيوصل على رقم الواتساب، يعني احنا اتحنا المجال للجميع، اي حد ياخذ جواله ويصور نفسه سيلفي ويرسل لنا يهنئ من ما شاء. من هو؟ مشوي. من وين؟ مشوي الصيادي، مرحبا. كيف الحال؟ طيب الله يعافيك، كيف حالك؟ كل الحمد لله، كل عام وانتم طيبين. انتم بخير. صيادي من الجوبه؟ نعم. من الجوبه من مارب ولا من وين؟ لا انا من الحدا. ونعم ونعم، اهلا وسهلا، اهلنا وناسنا، اهلا وسهلا. طيب الله يعافيك، كيف حالك؟ يا حياك. الو تسمعني؟ يتقطع الصوت، يبدو انه المكان اللي انت فيه ما فيش فيه تغطيه، حاول تكون في التغطيه. طيب غلق معنا مشوي صيادي، كان من الحدا من أبناء محافظة دمار الجمهورية اليمنية، ولكن يبدو أنه كان يعني بيتكلم من واحدة من الدول الخليجية. بنستقبل اتصالاتكم 002-02-374-99-705. أحمد راشد من البحرين، مرحبا يا أحمد. هلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يسلمك وعافيك. من اليمن؟ لا من البحرين. ايوه بس انت يمني في البحرين. نعم، اهلا وسهلا يا اخوي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضل. الله يعطيك العافيه. هني اللي تحب تهنيه. لا والله من البحرين. اهني اللي تحب تهنيه، اهلا وسهلا بك. اي يمني الاصل. اهلا وسهلا بك، يلا يلا هات تهانيك على الهواء على اساس توصل لاهلك. المهم اهدي سلامي. فصل الخط من البحرين، و
زي ما قلنا لكم انه جوالاتكم الشخصيه، خذوا الجوال الشخصي وتصوروا سيلفي، وحبذا تكون من اماكن يعني جميل جميل جدا اللي بنشوفها التنوع في الاماكن. وزي ما قلنا حبذا تكون ايضا الـ يعني الباك جراوند حقكم، الخلفيه حق التصوير، اجواء فرائحيه، ملاهي، اماكن عيديه في مختلف دول العالم. الناس لما يشاهدوكم حيشاهدوا الاماكن اللي ما قد شاهدوهاش، وحلو انه بيشوف انه يمني من هذا المكان وبيرسل التهاني لاهله ومحبيه. نطلع بالكليب ذا ونرجع لكم. هذا العين تفرح بهذا العين، انا استنى الصفا والمروه. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم انصرنا يا الله، اللهم انصر الحرس، اللهم انصر الحرس وقيادة طارق على انصار الشيطان يا الله. ونحن الان في الصفا والمروه في اليوم المبارك في العمره المبارك يا الله، اللهم انصر الحرس بقيادة طارق على انصار الشيطان يا الله. السلام عليكم ورحمه الله. نهنى شعبنا اليمني العظيم بمناسبه عيد الفطر المبارك، وتهنى خاصه للعبد الرفيق طارق محمد عبد الله صالح. أهن للوالد والوالدة، وأهن الجميع الأصدقاء وجميع الأخوان، وأهن لطاقم البرنامج، عيد سعيد وكل عام وأنتم طيبين. أهني الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأترحم على روح الشهيد الخالد الوحدوي علي عبد الله صالح أيضا. وأهني تهنئة خاصة إلى سيادة العميد الركن البطل الجمهوري طارق محمد عبد الله صالح، ونقول له إلى الأمام سيادة العميد، ومن نصر إلى نصر. بلادي بلادي بلاد اليمن، أحييك يا موطني مدى الزمن، من العائدين السالمين وكل عام وأنتم بخير، ومن نصر إلى نصر. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهني الشعب اليمني كافة، وعلى رأسهم العميد طارق محمد عبد الله صالح والسفير أحمد علي عبد الله صالح، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله أن يكون العيد عيدين، عيد الإفطار وعيد النصر، ومن نصر إلى نصر. ونترحم على الشهداء جميعا، وعلى رأسهم الشهيد القاعد علي عبد الله صالح والأمين العام عارف عوض الزوكة، ونقول لهم إن شاء الله أن ننتو في جنات النعيم. افرح بهذا العين، افرح بهذا العين. يعني والله انه يعني كم انا سعيد وانا بشوف التنوع هذا في السلفيات اللي بتوصل للبرنامج، والتنوع في الاشخاص وفي يعني في 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 امهات اليمن، وايضا شباب وشابات ومن مختلف الاماكن ومن مختلف دول العالم، وايضا من الجمهوريه اليمنيه. يعني الفكره انه ايضا بيوصلوا رساله انه يا جماعه ما ينفعش انه حد يكمم افواه حد، ما ينفعش انه احنا الان وصلنا الى 2018 وعادوا في واحد بيحس انه ممكن انه يربط الناس ويكمم افواههم ويخرس افواههم. لا 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 لا، ما مستحيل. يعني في اسوأ الحالات حيطلع لك حتى من داخل المسبح ولا من اي مكان ويعمل سيلفي ويرسل للناس من اي مكان، حيطلع حتوصل رسالته للناس. وبالتالي احنا برنامجنا مفتوح للجميع، خذوا الجوال الشخصي يعني ولا اسهل ولا اروع، خذوا الجوال الشخصي وصوروا انتم بانفسكم، ما عاد تحتاجوش للمعدات التلفزيونيه وصوت وكاميرا والى اخره، صوروا انفسكم وهاتوا احنا بنبثه على طول، وعبروا عن الكلام اللي من القلب للقلب. شدني ايضا المعتمر، يعني هو بيعتمر بيعمل سيلفي وبيدعي للقوات الوطنية المشتركة، وهذا المحبة مش جاية من فراغ، إلا جاية من ناس حاسين بالمعاناة اللي بيمر بها الوطن وأبناء الوطن. معنا متصل من الإمارات أبو عفاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تخفضوا الصوت شوية يا شباب أسمع المتصل. أبو عفاش. أبو عفاش. مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ حياك يا سالي. أهلا وسهلا. أنت مغترب في الإمارات؟ أنا بتصل من صنعاء. أنت من صنعاء بتصل من صنعاء؟ أيوة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يعافيك يا أستاذي. كيف العيد في صنعاء؟ يا أستاذي الأوضاع في صنعاء هناك قلق، بنتابع الأخبار وإحنا في قلق، بينزلوا لنا يعني القنوات حقهم بتبث إنهم بينتصروا في الساعة الغربية وكذا، إحنا نشتري منكم بثوا برنامج يكون مضاف للبرنامج حقهم. ما هو برنامجهم؟ نشروا أي انتصارات وهمية
انتم بتساعدوا اني حق ماي تفدوا اعضاء المضاف لها. طيب انا اقنعك، انا اقول لك حاجه واحده دالحين، يعني فيه جماعه طلعت الناس كلهم، طلعت قنواتهم بقوه السلاح، وما عادش مخليه الا قنواتهم فقط هي اللي بتبث سمومها للناس. يعني معقول انه الناس حيقتنعوا؟ انت الان مش مقتنع، واكيد انه الاغلبيه مش مقتنعين، وبالتالي يعني شلوا اخباركم من الـ من الـ 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 الاماكن الصح، والاخبار مطمنه، والعالم اصبح مفتوح، النت موجوده، القنوات التلفزيونيه موجوده، ما تقلقوش الامور لا خير. احنا عشان المغرر بهم يقتنعوا، لان في ناس ما هي رسالتك بهم. رسالتك للمغرر بهم، رسالتي للمغرر بهم انهم يرجعوا الى الصواب، ويركزوا على الدعوه اللي بتدعيهم. هذا الكهنوت بيدعي الى دين غير الدين، ويدعي انه بيحرر البث. مستحيل ان هذا الكهنوت يحرر البث، هذا عميل مع اسرائيل وامريكا. ايوه احنا مسلمين، واحنا مسلمين وبنقرا القران وبنصلي وبنطيع اهالينا، يعني ما فيش اي مشكله. بس لا هم غيرهم. لا 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 احنا يعني لما يكفر، انا اقصد انه لما يكفر الاخر. والشهيد الزعيم قال هذا الكلام يعني في كلمته الاخيره. الشهيد الزعيم الله يرحمه، والله العظيم اننا يعني اكثر من اسبوع ما نام الا بحبوب منهم بعد من قهري على الزعيم على الاقل. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. طيب كيف يعني انت لما بتشوف الناس يا ابو عفاش، لما بتشوف الناس خصوصا السلفيات اللي احنا بنطلعها على الهواء مباشره، واليمني بيحتفل والناس بيحتفلوا زي ما احنا بنبث لقطات مباشره من هنا من على ضفاف النيل، الناس عايشين حياتهم، ويعني مع انه وجود اديان متعدده في الهند، يعني الديانات بالعشرات ومتعايشين الناس. انا ايضا يعني الناس كلهم متعايشين وفي الحمد لله رب العالمين، والله يديم عليهم نعمه الامن والامان، وما فيش حد بيضر حد. يعني ايش الشعور اللي بتحسه لما بتشوف ان الناس كلهم عايشين واحنا جالسين يعني في قلايتي ولا ديك، وجالسين الناس على أكيد هذا شعور مؤلم جدا، ويتحكر واحد على ان الناس في الدول الثانيه يعني متطورين احسن مننا وعايشين احسن مننا، واحنا عند هذا الكهنوت الذي يا انا يا الموت، هذا نظامه يا انا يا الموت. بيدفع الناس الموت مع الاسف. لا يحترم حقوق مرأة ولا يحترم حقوق انسان. وضربت يعني النساء. وضربت النساء يعني في صحيح. صحيح صحيح. ابو عفاش من صنعاء، شكرا جزيلا لك، واحنا نتمنى لكم عيد سعيد، ولكل اليمنيين في كل المحافظات اليمنية وفي كل دول العالم. زي ما قلنا لكم أعزائي المشاهدين، هذا الرقم موجود وإحنا موجودين، وأهلا وسهلا بالجميع. كان معنا متصل من الإمارات يا شباب، أهلا وسهلا يا محمد محسن من يافع. نصر محمد محسن من يافع. نصر ها؟ أيوة. ونعم يا نصر، من نصر إلى نصر إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل. أنت ما يعني كيف أول شيء قل لي كيف أجواء العيد في يافع؟ لأنه حلو التنوع هذا، إحنا بنسأل الناس كيف أجواء العيد يعني في المحافظات، كيف أجواء العيد في دول العالم؟ كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير. محمد. 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 والله العيد تمام يعني في يافع، تمام الحمد لله. إيه كيف هنا داري إنه تمام الحمد لله، هو تمام الحمد لله عند الناس كلهم، بس وش التفاصيل اللي موجودة عندكم في يافع؟ كيف بتقضوا أيام العيد؟ العيد يعني تمام يعني الحمد لله، يعني كل شيء متوفر الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انه يكون كل شيء متوفر، بس في بعض المحافظات الامانه كل شيء ما هوش فيها متوفر، ونتمنى انه يتوفر للناس، لانه الناس يعني تحت خط الفقر وهذا تقارير الامم المتحده اللي بتتكلم، والشيء نظري يعني الناس بيتكلموا عن هذا الشيء جميعهم، واحنا نتمنى. ايش اللي حاصل يا شباب؟ واضح. اسرع يا معيل بسمعة في راسه. طيب محمد محسن كان معنا من يافع، كنا نتمنى للأمان انه يقول لنا ايش اللي كيف الاجواء العيديه اللي في عندهم في يافع الجميله. كنا امس تكلمنا ايضا عن الاجواء العيديه مع عبد الوهاب نمران، الاجواء العيديه في محافظه مارب هي اجواء ولا اروع، يعني فيها الدفء وفيها البداوة وفيها الأشياء الجميلة والرائعة جدا.
بيجتمعوا الناس كلهم في مكان واحد في الصحراء وبيصلوا وبعدين بتكمل صلاة العيد ويتجهوا الناس كلهم ليسلموا على أرحامهم وأقاربهم وأهاليهم. بعدين يجتمعوا ضيف في مكان الرجل الكبير سواء الأب يعني وأخوانه وعيال أخوانه أو العم وبيعيشوا فرحة العيد بشكل جميل وجميل جدا. وإحنا نتمنى أيضا أنه أغلب المحافظات اللي ما فيش فيها ملاهي ما فيش فيها يعني الأمور الترفيه في المستقبل أنه يحصل هذا كله وتعيش المحافظات فرحة العيد زي ما كل الناس بيعيشوها. من معانا متصل يا شباب؟ أيوة يا شباب. طيب احنا حنطلع بالكليب الآن ونرجع نكمل لقاءنا معكم. افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم أحمد محمد حضره. أهني للوالد والوالدة والزوجة الغالية جميع الأصدقاء، وأهني للطاقم البرنامج وشكرا. أهني الشعب اليمني بحلول هذا العيد المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. فهذه الحمامة هي تحمل كل الحب والسلام لأهل اليمن. أهني الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الشعب اليمني بصحة وعافية ومن نصر إلى نصر ومن تقدم إلى تقدم. وأهني أخواني المناضلين في ساحة المعركة، أخواني المناضلين في ساحة المعركة في محافظة الحديدة، وأهني كل يمني حر يقاوم ضد ميليشيات الحوثي الرافضة. ربنا ينصر اليمن وأهل اليمن ويحمي اليمن بالروح بالدم نفديك يا يمن، 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 بالروح بالدم نفديك يا يمن. وهنا الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أهنى جميع الأهل والأصدقاء. وأشكر قناة يمن اليوم على هذا البرنامج الرائع. يا عيد من دون أبو خالد وأبو مدين وفرت هانيك، لا ما ترحل أحزاني. إن عاد عفاش فأنا عاهدك محزن، وإن كان ما عاد شلة الثانية وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نهني الشعب اليمني العظيم بعيد الفطر المبارك، ونقول كل عام وأنتم بخير، ونتمنى النصر لإخواننا في الساحل الغربي وفي كل الجبهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من هنا من على كورنيش جدة، نهني ونبارك كافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله العلي القدير أن ينصر المجاهدين في جبهة الساحل الغربي على المتمردين الحوثيين، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. تحيا الجمهورية اليمنية. عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. أشكر قناة اليمن اليوم، القناة الممتازة المتألقة الحلوة، وأقدم أجمل التهاني إلى المقاومة المشتركة والوية العمالقة وحراس الجمهورية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونقول لهم منصورين بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف ألف 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 تريليو خير. نهنئ الأمة العربية كافة، ونهنئ الشعب اليمني في داخل الوطن وخارجه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بخير. بارك وكل عام واليمن وأنتم بخير. نهنئ الشعب اليمني خاصة والشعب العربي عامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونهنئ العميد أحمد علي عبد الله صالح، ونهنئ أيضا العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونترحم على جميع شهدائنا. افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. انا استنى خليها مش تشيلها يا حمد. طيب رائعين والله العظيم، رائعين ورائع التنوع. وعجبني جدا الاب اللي بي
اللي بي بي بيغرس الشعار الصح. هذا هو الشعار الصح، بالروح بالدم نفديك يا يمن. ما نشيش اي شعارات دخيلة على اليمن، وما نشيش اي شعارات تحمل في طياتها يعني موت، او بتحمل في طياتها يعني عداء للآخر، او تحمل في طياتها اي شيء يعني يضر بالجمهورية اليمنية. ما نشيش هذا كله، ونشتي بالروح بالدم نفديك يا يمن، ونزرعه في اطفالنا. ما احلى الاطفال هم كانوا بيقولوا هذا الشعار، بالروح بالدم نفديك يا يمن بعدهم أبوهم. ونشكر بيض الله وجهكم جميعا، بيض الله وجهكم جميعا، منورين كل اللي رسلوا لنا، ومنورين شاشة اليمن اليوم وبرنامج عيدنا وطن. وأحمد مشهور معانا، من أحمد مشهور؟ حاضر حاضر. نعم. أحمد مشهور من أي محافظة؟ محافظة المغلاب. أهلا وسهلا، محافظة إيش؟ هلا والله. من أين يا أحمد؟ الحديدة. أهلا وسهلا، كيف الحديدة اليوم؟ الحديدة. كيف الحديدة اليوم؟ ناحية المغلق. أهلا وسهلا، طيب كيف العيد في الحديدة؟ والله أنا ماشي الحال. عن داري كيف يا أحمد؟ ماشي الحال ماشي الحال. أنا في السعودية. ما رأيك توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التلفون؟ أنا في السعودية أنا. اهلا وسهلا يا احمد مشهور، بس لو سمحت وطي صوت التلفزيون واسمعني من التلفون. طيب يلا انت احمد. ايوه معك. يلا ما نتهني يلا علشان نفتح المجال لباقي المتصلين. ها ما نتهنى. اهني امي وابي واهني الشعب اليمني واهني الشيخ حسين واهني اصحابي جميعا في اليمن. اهلا وسهلا بك احمد مشهور، شكرا جزيلا لك من السعودية احمد مشهور. زي ما قلنا، بيض الله وجه الجميع، ومنورين شاشة قناة اليمن اليوم برنامج عيدنا وطن. اهلا وسهلا بالجميع، ونرحب ايضا باتصالاتكم على الرقم 002-02-374-997-05. احنا ايضا الناس يتصلوا لنا من محافظات الجمهورية، وخصوصا محافظة صنعاء، على أساس إحنا ندردش معهم ونوريهم الزبيب اليهانة، وإنه يعني في حاجات كثيرة في اليمن الأمانة جميلة جدا جميلة جدا، وما يدركها إلا من فقدها، يعني الجعالة اليمنية والزبيب اليمني ولا أروع. العيد مع الأهل مع الأصحاب، إحنا صح بين أهلنا، بس يعني يظل الواحد يفتقد. مجاهد البخيتي أهلا وسهلا يا مجاهد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام والطيب يا اخ بندر. وانت بخير يا اخي مجاهد. في الاول اترحم على الشهيد الزعيم رحمه الله عليه ونعم بك، وثانيا اهني العميد طارق وقوات المقاومه الوطنيه وحراس الجمهوريه. اهلا وسهلا بك، واهني والدي ووالدتي بالعيد، وكل عام وانتم بخير والشعب اليمني في خير وسلام. كفو ما قصرت. من اين يا محمد؟ انا من الحدا، من الحدا، من بني بخيت، من دمار. من أين بتتصل؟ من السعودية. أهلا وسهلا، كيف الأجواء في السعودية؟ كيف العيد في السعودية؟ والله تمام، كل شيء تمام والحمد لله والشكر لله، ما نحب الله نسلم عليكم. طيب يعني الناس بيغروا، الميليشيات بتغرر بالناس، بتقول لهم أنه يعني في غازي إماراتي وغازي سعودي، وإيش الكلام اللي بتسمع عندك في السعودية علشان تنقله لهم أنه أغلب الكلام اللي بيقوله للناس بيدفعهم للموت ما هوش صحيح؟ إيش يا أستاذ بندر؟ قلنا لك يعني ايش الكلام اللي بتسمعه من في السعوديه، من الشعب السعودي الشقيق، وايضا من الناس اللي عندك بخصوص اليمن واهل اليمن. والله كل خير، نسمع منهم كل خير، وناس طيبين، وكل شيء على ما يرام والحمد لله والشكر لله. عيتوا خرجتوا اماكن، رحتوا اماكن؟ ايش خرجتوا اماكن؟ عيتوا رحتوا اماكن؟ رحتوا ملاهي؟ رحنا اماكن ورحنا رقصنا ورحنا الرقصة اليمنية في كل الأماكن في الطائف الحمد لله، وكل شيء بخير والحمد لله. إن شاء الله تكونوا بألف خير مجاهد البخيتي، شكرا جزيلا لك، و كلم الشباب اللي عندك وأيضا الأصدقاء والأحبة أنه إحنا أيضا بنستقبل فيديوهات من الناس، يعني صور بجوالك سيلفي ورسل لنا، وإحنا إن شاء الله حنطلع. على ذكر السيلفي وعلى طار السيلفي، نطلع بالكليب اللي للناس اللي راسلونا ونرجع لكم. عيد
عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. نتقدم باحر التهاني والتبريكات للسفير احمد علي عبد الله صالح بمناسبه عيد الفطر المبارك، وكذلك العميد طارق محمد عبد الله صالح بمناسبه عيد الفطر المبارك والانتصارات التي حرزناها في الساحل الغربي، وكذلك نترحم على شهيد الوطن الهام الوطنيه الزعيم علي عبد الله صالح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عيد سعيد وكل عام وانتم بالف الف الف خير وصحه وسلامه يا رب. اللهم احفظ وطني الغالي، اللهم احفظ اليمن واهل اليمن من كل شر ومكروه. تحياتي للاخ مدير قناه اليمن اليوم الفضائيه الاستاذ فيصل الشبيبي والاخ عبد الولي المذهبي والاخ بندر وجميع موظفين قناه اليمن اليوم. عيدكم سعيد وكل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله تعودوا الى ارض الوطن بالسالمين غانمين يا رب، ونعود كلنا الى ارض الوطن. تحية وإجلال واحترام للعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح والأخ والسفير أحمد علي عبد الله صالح، ورحمة الله تغشاك يا زعيمنا وقائدنا الشهيد الوالد علي عبد الله صالح ورفيق دربي الأستاذ عارف عوض الزوكة. أهني الشعب اليمني وأهني والدي علي عبد الحاج وإخواني وأمي الغالية وزوجتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، فألف ألف مبروك. كل عام أنتم طيبين، كل عام أنتم صحة وعافية إن شاء الله. طيبين يا أهل اليمن وكم العايدين، كل عام وأنتم طيبين يا أهل اليمن وجميع ما في اليمن، ويحفظ اليمن من كل شر ومكروه ومن العايدين، ويعين المغتربين على الغربة بس، ويعيدهم سالمين غانمين يا رب إن شاء الله إلى أهلهم في اليمن يا رب. أهني سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح، كما أهني أبطال قوتنا المسلحة وحراس الجمهورية، وأهني شعب اليمني بمناسبة عيد الفطر، وتراحم على الشهيد بابا علي. أهني سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح، كما أهني أبطال قوتنا المسلحة وحراس الجمهورية، وأهني شعب اليمن بمناسبة عيد الفطر. أبعث بتحية تقدير وإجلال وعرفان لقناة اليمن اليوم، قناة كل المواطنين الأحرار، قناة الشرفة. تحية خاصة لكل حرائر اليمن وأم الشهداء وأمهات الجرحى، وتحية لكل جندي مرابط من أجل الجمهورية اليمنية. تحية إلى روح الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والأمين العام عارف الزوكة، ولكل نساء اليمن الأحرار الشرفاء المناضلين على قضيتهم، قضية الوطن، قضية الجمهورية اليمنية. بالروح بالدم نفديك يا يمن، وتحيا الجمهورية اليمنية. أهنى الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، والسفير أحمد علي عبد الله صالح، وكل عام وأنتم بخير. فرحتنا ناقصة. كل عام وانتم بألف ألف خير. معنا متصل الآن من المملكة العربية السعودية، من؟ ألو؟ ألو؟ من هو يا شباب؟ ألو؟ أهلا وسهلا يا أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسينا قدم تهنية. أهلا وسهلا بك. إحنا ليش إحنا طالعين على الهواء، ولا على أساس نستقبل تهاني الناس كلهم، وإحنا البرنامج منكم وإليكم. أهلا وسهلا. أنا نقدم تهنئة للأهل والأصدقاء باليمن والشعب اليمني. أيوة. ألو. معك معك. نقدم تهنئة للشعب اليمني بمناسبة العيد الأضحى، وهم إن شاء الله يقدموا لك نفس التهنئة. وأخواننا في مدينة الخوخة، عمي أحمد عبد الله سعيد القاضي. أيوة. كيف الخوخة؟ كيف بيقولوا لك؟ إيش الأخبار من الخوخة؟ الخوخة الأمور تمام والأمر مستقر، ما في شيء، والناس مرتاحين وفرحانين بالعيد. أيوة. فرحانين أيضا بالانتصارات. فرحانين بالانتصارات والله القادم بإذن الله إن شاء الله. على بركة العبد العزيز من السعودية، شكرا جزيلا لك. احنا نستقبل كل المتصلين وكل الناس اللي بيرسلوا فيديوهاتهم، وبالنسبة لما هو غير التهاني، ويعني الكلام اللي قلناه من القلب من القلب، هو بيعبر عن رأي صاحبه، وبالتالي لا يعبر عن، مش بالضرورة يكون بيعبر عن رأي القناة او البرنامج، وبالتالي يعني احنا بنرحب بالجميع واهلا وسهلا بالجميع. والفيديوهات اللي بتوصل عن طريق رقم الواتساب
بتطلع على الهواء مباشرة. وأيضا معنا زي ما قلنا لكم رقم التلفون اللي ظاهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا بكم في أول عيد لنا بدون زعيم اليمن ورجل رجاجيل اليمن الشهيد الخالد البطل فارس العرب عن جدارة الزعيم علي عبد الله صالح. ننقل تهانينا إلى روحي الطاهرة رحمة الله تغشاه كما أهنئ بهذه المناسبة عيد الفطر بمناسبة عيد الفطر السفير أحمد علي عبد الله صالح. ما لحقت هذا من ضمن الرسائل اللي بتوصل لنا خطيا من أبو عفاش الأنسي. نهنئ ونبارك للسفير أحمد علي عبد الله صالح وعلوية العمالقة بقيادة العميد. نعم أبو عفاش من الإمارات اتصال. أهلا وسهلا. السلام الله عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب أستاذ بندر وكل عام وانت بخير انت وطاقم قناة اليمن اليوم. وانت بألف خير. أحسدك جدا عزيزي لأنك كان لك شرف اللقاء وشم رائحة الزعيم في آخر أيامه. الله يعزك. أغبطك على ذلك والله. أغبطك ولا تحسدني صحيح. لنا الشرف لنا الشرف. تحياتي لكافة الشرفاء من أبناء اليمن. الله يكرمك. وتحية خاصة لقائدنا المغوار العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد حراس الجمهورية. نتمنى له الثبات والنصر المؤزر بإذن الله تعالى. أبو عفاش كيف الأجواء؟ نعم كما هي التحية كما هي التحية لسعادة السفير أحمد علي وانعم بمن ذكرت وحكام الإمارات أحفاد المرحوم زايد. يا حياك. ضباط وجنود قوات الإمارات المشاركين مع أخوانهم اليمنيين في الساحل الغربي وفي كل جبهات القتال لاجتثاث الجرثومة الخبيثة من أرض اليمن المتمثلة في ميليشيات الكهنوت الحوثية. يا حياك وبقى. كيف أجواء العيد في عندكم في الإمارات؟ والله أجواء العيد تقريبا مشابهة لأجواء العيد في اليمن ولكن عيد اليمن غير. أي والله عيد اليمن غير. وعيد اليمن بدون الزعيم غير 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 والله رحمة الله. الله يرحمه الله يرحمه. احنا دائما لما يقول لنا المتصلين هذا الكلام نقول لهم انه لو كان حي بيننا وهو حي في قلوبنا حيتمنى للشعب اليمني السعادة وين ما حلوا وين ما رحلوا يعني. وهو يعني أفنى عمره في محاولة انه يسعد الشعب اليمني. وذكر في كلمته الأخيرة الأمور اللي بتهم الشعب اليمني وتكلم في أغلب كلامه عن الشعب اليمني ما تحدثش عن نفسه إلا في شوية ثواني. رحمة الله عليه لقد قتل غرماه لقد قتل قاتلي في خطابها الأخير. نعم لقد ذكر كل ما سيقال عنه إنه يتمتع بحس وحاسة لا نقول سادسة بل سابعة رحمة الله عليه. لقد فند أكاذيبهم في خطابه. صحيح صحيح. ونعم بك يا أبو عفاش. أبو عفاش من الإمارات شكرا جزيلا لك. كل عام أنتم بألف خير. نهنئ السفير أحمد علي عبد الله صالح ونترحم على الشهيد الصالح ونهنئ كل المقاتلين بقيادة العميد طارق عفاش. عبد الرحمن هذا عبد الرحمن رسل لنا هذا الرسالة. زي ما قلنا لكم الشباب جميعا بيبلغوكم التحية وأيضا المختص اللي في بيستقبل الرسائل الزميل إبراهيم الأموي أيضا بيبلغكم التحية وبيقرأ أغلب رسائلكم. وفي ناس بيراسلوا بيقولوا له رجاء نطلع لنا الفيديوهات. حنطلعها بإذن الله تعالى ما عنقصرش لا تقلقوش يعني حنطلع كل رسائلكم. بس انتوا منكم الصبر واحنا ان شاء الله مننا الوفاء يعني. وزي ما قلنا لكم لا تستعجلوش اللي رسلوا لنا يعني خلال اليوم الماضي بنطلعها ان شاء الله في هذه الحلقه. واللي رسلوا لنا اليوم والليله حنطلعها بكره. وزي ما قلنا احملونا على السلامه الجميع ان شاء الله. حنحاول نستوعب كل الرسائل اللي رسلتوها سواء النصيه او الفيديو. وايضا الباب مفتوح للاتصال يعني اهلا وسهلا بكم. احنا نطلع بالكليب ايضا اللي الجاي على اساس نسمع الكلام اللي من القلب للقلب ومن الاماكن المتعدده ومن دول العالم ومن محافظات الجمهوريه. وموجودات الكليبات ايضا كليبات معنا حنطلعها باذن الله تباعا في برنامج عيدنا وطن. هذا العين انا استنى هذه قوه وطن وشعب
ليس كهنوت ليس ميليشيا. طيب ال- ال- الكليب الان بيجهزوها الشباب، كل عام وانتم بخير، نهنئ السفير. هذا قرانا يا شباب. يلا اللي الرساله اللي بعدها. جميل. احنا ايضا نتمنى انه من المتصلين اللي بيتصل من اماكن ما قدنا احنا ما قد نعرفش يعني كيف بيعيدوا الناس فيها، انه يشرح لنا، يعني يشرح لنا بتلقائيه وبعفويه، يشرح لنا ايش اللي بيتم عندهم في العيد. يعني كنا نتمنى انه اللي اتصلنا من روسيا امس انه يشرح لنا اكثر عن كيف بيتم العيد في روسيا، عن يعني كيف بيعيدوا اليمنيين، وين بيجتمعوا، وين بيروحوا، ايش الاماكن اللي بيروحوها، يوصفوا لنا الاماكن، يصوروا لنا سلفيات من الاماكن. من معنا يا شباب؟ عبد الحميد من وين؟ هلا والله، عبد الحميد من الرياض. اهلا وسهلا. يا هلا والله فيك. مبدئيا ودنا نرحم على الزعيم الله يرحمه في هذا اليوم المبارك، ونقول الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه، بارك الله فيك. ودنا نعيد على السفير احمد علي ونعم بك، ونعيد على الشعب اليمني وعلى الامه الاسلاميه والعربيه. كفو، ما قصرت. وسلامتك. الله يسلمك. طيب كيف الأجواء عندكم؟ كيف الأجواء العيدية عندكم في الرياض؟ والله الأجواء عندنا الحمد لله تمام، وموجودين مع الأهل والأخوان. تطلعوا أنتوا الأهل بتطلعوا أنتوا الأهل الخارج، بتطلعوا أنتوا الأهل الملاهي، بتطلعوا أنتوا الأهل المولات، كيف الأجواء عندكم؟ والله الجو اليوم في الرياض بس الجو مع الأهل يعني بيكون ولا أروع ولا أجمل. ايه الحمد لله الجو كان معلن اليوم يعني. في جعالة صنعانية بتوصل لكم؟ هلا؟ في جعالة صنعانية، الجعالة الصنعانية في كل شيء، في جعالة وفي حلويات يعني العيد كان الحمد لله عال العال. الله يديم عليكم، الله يديم عليكم. أنا سالة وياك إن شاء الله، ونتمنى أيضا الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب الجمهورية اليمنية. آمين آمين، وإن شاء الله الحوت بإذن الله مدحور مدحور ان شاء الله، وان شاء الله الايام هذه اخر ايام ان شاء الله. الاخ عبد الحميد من الرياض، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يعافيك، شكرا. عيد مبارك، وكل عام وقناه اليمن اليوم بالف خير، واهنا بعيد الفطر المبارك السفير احمد علي، واهنا العميد طارق، واهنا الجيش والحرس الجمهوري والعمالقه، افضل التهاني المرسل وائل الهاشمي. ونعم ونعم والله ونعم. الكليب جاهز، الكليب جاهز، نطلع بالكليب ونرجع لكم إن شاء الله. هذه التهنئة لقناة يمن اليوم خاصة ولا مدير قناة يمن اليوم فيصل الشبيبي وكل العاملين في قناة يمن اليوم، وأوجه هذه الرسالة من الغربة إلى القادات والعسكر والمقاومة والحرس الوطني والقوة العمالقة، أن ربي ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن ربي ينتقم من الحوثة، وإن شاء الله ربنا إلى نصر ينصرنا بنصر من عنده. وأوجه رسالة الثانية إلى كل أبناء الشعب اليمني أن لا ترسلوا أولادكم ولا أخوانكم، وأنصحوهم أن لا ترسلهم إلى جبهات المحرقة، فهناك جيش وقوة خارقة ما يرجعون إلا جثث هامدة. فأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله، هذه قوة ووطن وشعب، ليس كهنوت ليس ميليشيات ليس تبع أي واحد، فهذا جيش بقيادة العميد طارق حفظه الله، وحفظ الله الشعب اليمني، وحفظ الله الجميع داخل الوطن وخارج الوطن. تنشد عن الحال، تنشد عن الحال، حالي كيف ما شفته، وانا احسب انك، وانا احسب انك قبل ذا الوقت تدريبه. تنشد عن الحال، هذا هو الحال، تنشد عن الحال، في خاطري لك كلام المير ما قلته،
جنبك ما جنبك ما يحسك لو حياتي به تنشد عن الحال هذا هو الحال. وهن الأمة العربية والإسلامية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير على اليمن، والله يرحم علي عبد الله صالح. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، أهني جميع طاقم قناة اليمن اليوم بحلول عيد الفطر المبارك، وأهني الشعب اليمني، وأهني عائلة الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه، والسفير أحمد علي عبد الله صالح، والعميد طارق محمد عبد الله صالح. وأقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام والجميع بخير، واليمن بألف خير، وتحيا الجمهورية اليمنية. أنا عبد الله يحيى قاسم النهاري، أهني كافة الشعب اليمني وأسرتي بيت النهاري، وأهني السفير أحمد علي عبد الله صالح، وكل عام وأنتم بخير. أود أن أقول للشعب اليمني، هذه القناة قناة اليمن اليوم، هي أطلق قناة في قناة اليمنيين، والأخص أهني الشعب اليمني كامل، وأهني رجال الرجال الذي في الحديدة يقاتلوا ذا الحين على الدين والعرض، وأهني خاصة طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله ورعاه. نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير ومن نصر إلى نصر. نهني ونفارك للأخ السفير أحمد علي عبد الله صالح على بمناسبة عيد الفطر المبارك، كمان نهني كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وأنت شخصيا أخي العزيز، ونتمنى أن يعود علينا العيد والشعب اليمني في أمن وأمان. صدق. وهني أهلي في قرية دير المعلم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وأساكم من أوادة، وأهني المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية مسنودة بالحرس الجمهوري، وأقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وأساكم من أوادة. أهني ونبارك الشعب اليمني العظيم بحلول شهر العيد المبارك، كل عام وأنتم بخير. في عيد الفطر المبارك نهنى الشعب اليمني أجمع والشعب العربي، والعميد أحمد علي عبد الله صالح والعميد طارق محمد عبد الله صالح بمناسبة عيد النصر، وبإذن الله من نصر إلى نصر. وكما نترحم على جميع شهدائنا على رأسهم الزعيم القائد علي عبد الله صالح والأمين العام عارف السوكة. افرح في هذا العيد، افرح في هذا العيد. بيض الله وجيهكم كلكم، واهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بتهانيكم، ووصلت التهاني وان شاء الله توصل الى من هنيتم على الهواء مباشره. وجميل رائع اللي عامل سيلفي ووجه الكاميرا لعند الشاشه وبيقول قناه اليمن اليوم اطلق القنوات اليمنيه، يعني بيوصف تميز القناه وانه ان شاء الله تكون في المرتبه الأولى. معنا على الهواء مباشرة من محافظة دمار جريحة الوطن، جريحة دمار. أهلا وسهلا. نعم، كيف حالكم؟ الحمد لله. تفضلوا. والله أنا بالنسبة لي أسمع شعري وأسمع بصوا شوية يا شباب حق الأغنية المصاحبة، أسمع اللي يقولوا شغمت الله سجني علي عبد الله صالح أبوتي. ما بنسمعش الصوت واضح يا جريح الدمار، ما بنسمعش الصوت واضح، يعني قربوا فمكم من السماعة إذا أمكن. عيد الاتصال، ورحب بالاتصال. كل عام الوطن خالي من الميليشيات الحوثية، ورحمة الله تغشاك يا زعيم الأمة حمود الشرعبي، شرع بالسلام، الدائرة 37، عزلة العسيلة، قرية
عن شقة. السلام عليكم وعيدكم مبارك، ونهنيكم ونهني جميع الشعب اليمني بالداخل والخارج، وأقول لهم كل عام هم بخير. عماد لطف التبالي، من؟ أنور العجمي. أنور، أيوة مساء الخير. مساء الورد. أنا على الهواء؟ نعم. كل عام وأنت بخير يا أستاذ بندر. وأنت بألف خير. أول شيء تحياتي لك أستاذ بندر، تحياتي لقناة اليوم، القناة اليمن اليوم، القناة المميزة والرائعة. كفو ما قصرت. وأهني كمان بعودة الأستاذ فيصل الشبيبي للقناة، وكل الرحب فيك إلى قناتك وإلى بيتك قناة اليمن اليوم. بصراحة الأستاذ فيصل الشبيبي يستاهل كل الحب والاحترام والتقدير. ونعم بمن ذكرت، ونعم بك وبه. حبيبي. بمناسبة عيد الفطر أحب أهني الوالد والوالدة، وأحب أترحم على روح الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، وأقول له رحمة الله تغشاك يا زعيم الشهداء. وأحب أهني العميد طارق محمد عبد الله صالح، والعميد أحمد عبد الله صالح، ونعم بمن ذكرت صالح. ونعم. وأحب أهني كل من يعرف أنور العجمي، وشرف شرف لكل يمني أن يشارك بقناة اليمن اليوم. لنا الشرف صراحة. قناة اليمن اليوم من القنوات المميزة، وأكثر من مرة حصلت على القناة من أفضل القنوات اليمنية. ما هي غريب على قناة اليمن اليوم، إن شاء الله بعد العيد يكون في برامج ثقافية سياسية فنية ونتناسى هموم الأحزان، وإن شاء الله أتمنى أن الله أن يعيد الأمن والأمان. أبشر بعزك القناة قناتكم الجميل. أبشر بعزك القناة قناتكم، والقناة هي يعني للجميع، للجميع اليمنيين، وهي نافذة مفتوحة للجميع، وإحنا بنرحب بأي مشاركة يعني. وبالعكس والله العظيم يسعدنا جدا إنه فيه ارتياح من الجمهور، وإحنا ما حننجح إلا بكم بجمهور القناة. بندر عندي رسالة كمان. أهلا وسهلا، تفضل. رسالتي للإخوان في الإصلاح والإخوان في المؤتمر أن يتناسوا كل الخلافات، يكون همنا الوطن والمواطن، وكل السياسيين باليمن أتمنى يكون همهم الوطن والمواطن، لأن الوطن أغلى من كل شيء. وأتمنى من كل السياسيين أن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية. أوكي، عاد باقي معك تهنئة رسالة. الله يعطيك العافية بندر، وشكرا لك، شكرا لكل المخرج والمعيد والمستقبل الصالح، لكل من يعمل بهذه القناة الجميلة، وتحياتي لكم، وإن شاء الله مزيد من التقدم في قناة اليمن اليوم. ونعم ونعم. أنت الآن أيضا وجهت شكرك لعبد الله الوادعي والإبراهيم الأموي والمعين والحامد والعبد الكريم الأنسي وكل الشباب الموجودين معنا. هيا تفضل. معين العفيفي ولا من؟ لا، معين شجاع الدين. تحياتنا، وتحياتنا ايضا، وتحياتنا لكل الزملاء في قناة اليمن اليوم اللي يعني نهبتها الميليشيات مع الاسف، ولكن ان شاء الله احنا راجعين لوطننا وراجعين لحقنا باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اليمن راح ترجع مثل ما اول واحسن. كمان احب اهني بمدينة تعز، خاصة مدينة حجدة، الدكتور محمد عبد العليم حسان، وقل له كل عام وانت بخير، ينعاد عليك وعلى اسرتك الكريمة وعلى كل ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وعلى كل من يتابع انور الهجري. تحياتي لكم، يعطيكم الف الف عافيه، شكرا لكم. تحياتي يا انور الهجري، شكرا جزيلا لك. يعني والله ما قصروا، ورب العزة يعني زي ما قلنا لكم تعاملهم باقي ورائعين، يعني الأخوة الأعزاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبكم الآن بيحتفلوا بنا وبيحتفلوا ببرنامجنا عيدنا وطن. والزميل ما بيقصر، الزميل حامد، والزميل أيضا المصور الرائع، ذكري باسمها يا حامد، كرم، والأستاذ كرم معانا بيلتقطوا الأجواء العيدية اللي بيعيشوها على ضفاف النيل، وبيحتفلوا بالبرنامج وبيحتفلوا بنا. يعني الأمان ما حسيناش ان احنا في غربة، وما حسينا الا ان احنا في وسط اهلنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة. الناس الان بيحتفلوا، بيقضوا اجازة عيد الفطر المبارك، كل يعني على ما يحب. الناس بيقضوها في المراكب على النيل، وناس بيروحوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الملاهي، وناس بيروح الدريم لاند والدريم بارك، بيروحوا ايضا الاهرامات، بيروحوا المولات، بيروحوا الحديقه المائيه، اللي بيسافروا الاسكندريه وهكذا. واحنا نتمنى زي ما قلنا، احنا عندنا ايضا تنوع جميل جميل ورائع جدا، بس ان شاء الله الامور حتفرج، وحيستطيع ايضا اللي ما كانش يستطيع في بعض الايام انه في الوضع العادي انه يسافر ويقضي اجازه العيد،
إن شاء الله حيستطيع الجميع أنهم يعيدوا ويقضوا فرحة العيد بكل يعني بكل سعادة هو وأهل بيته وأولاده. نطلع أيضا بالكليبات اللي وصلتنا. كمال 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 من؟ كمال من السعودية، أهلا وسهلا يا كمال. كمال السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ومن العايدين أقول لكم أنتم طيبين الله. كل عام أنتم بخير إن شاء الله، وقناة اليمن من إلى الأفضل إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله، نتمنى أن نكون الأفضل، ونتمنى أن إحنا يعني بنحوز على رضاكم وإن شاء الله يعني. يا أخي الحبيب تسلم، بيض الله وجهكم جميعا. وجهك أبيض، وجهك أبيض. وتحياتنا لإخواننا في جبهة الساحل. كفو ما قصرت، وهم يبلغونكم التحيات. نصر إلى نصر بإذن الله ضد هذا الكهنوت المتخلف. ربك كريم ورحم الله الزعيم، الله يرحمه. أول عيد يمر علينا بهذا الشكل بدون الزعيم، بدون الأب الروحي للجمهورية اليمنية. الله يرحمه، وانكسرت فرحة الناس، لكن إن شاء الله حترجع، حترجع الفرحة. ولكن إن شاء الله تحيا الجمهورية اليمنية من جديد بإذن الله تعالى. تحياتنا للفندم طارق وللأخ أحمد علي عبد الله صالح. كفو ونعم بمن ذكرت. ولجميع الإخوان، وتحياتنا لقناة اليمن اليوم. الله يعزكم. واحنا والزملاء كلهم في كل الادارات، اداره الاخبار، اداره البرامج، الاداره الفنيه، كل الزملاء، كل الزملاء الفنيين والمبدعين، بنبلغكم ونبلغ كل اللي بيتابعونا الان كل التحيه والتقدير. وما ننساش ايضا بنبلغ زملائنا اللي في قناه اليمن اليوم هناك، وكل الاعلاميين الشرفاء بنبلغهم يعني كل التحايا وكل التقدير. والله قلوبنا معكم ومع إخواننا كفو. في جميع الجبهات ضد الحوثي. كفو كفو. الأستاذ كمال من السعودية، شكرا جزيلا شكرا لك. شكرا جزيلا لك، وفي أمان الله، تحياتي لك. بارك الله فيك. نطلع بالكليب ونرجع لكم. في بلدي نتوجه بأرسل التهاني والتمنيات لسعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح وإلى قواتنا الباسلة في الساحل الغربي، وإلى كل الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك والوصول العام والجميع بألف خير. أنا يمني في بلاد المهجر، وأقول للشعب اليمني العظيم عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. وأقول الكهنوتي الحوثي ليس لديك في اليمن مكان، ورسالتي إلى السيد عبد الملك الحوثي، أنت حرمتنا من التعليم في بلدنا، والآن في بلدنا المهاجر بلا تعليم، ونقول الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك. نحن نهني الجيش اليمني والمقاومة الوطنية بحلول عيد الفطر المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. بهذه المناسبة العزيزة، ونهني جميع الأهل والأصدقاء، ونهني الشعب اليمني بهذا العيد السعيد، ونترحم على الشهداء شهيدنا العزيز وشهيدنا الغالي رحمة الله تغشاه الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا. وكما نهني العميد أحمد علي عبد الله صالح بهذه المناسبة، ونهني العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونقول للشعب اليمني كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. عيد مبارك، كل عام أنتم بخير، عيد مبارك. نرفع أسماء آيات التهني والتبريكات إلى الشعب اليمني جميعا، وإلى الأهل والأخوة والأصدقاء، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. كما أهنئ المقاومة الوطنية بزعامة الأخ العميد طارق عفاش وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، ونقول لهم إن شاء الله من نصر إلى نصر، دمتم ودام الوطن في خير، كل عام وأنتم بألف صحة وعافية. ونبارك لكل مواطن يمني جمهوري حر بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما نرفع تهنئة خاصة لأولئك الجنود الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم في مختلف الجبهات لاستعادة اليمن الجمهوري الموحد، من جماعة الكهنوت الإيرانية. تهنئة خاصة لقوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، تحية لقوات حراس الجمهورية، تحية لقوات ألوية العمالقة، تحية لكافة الأبطال في مختلف الجبهات. تهنئة لقيادة المؤتمر الشعبي العام. عيد مبارك عليكم جميعا،
وأعادها الله علينا وعليكم بالنصر والتمكين واليمن الجمهورية الموحد. نحب أن نهنئ الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونحب أن نهنئ رفقائنا في السلاح قوات الحرس وخاص والحرس الجمهوري والمقاومة الجنوبية في الساحل الغربي، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونقول للشعب اليمني اصمروا واصبطوا وإن النصر قادم بإذن الله، كما أن ربينا في مدارس الأب الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح أن تربة الوطن هي أغلى من دمائنا، وكما أن عاهدنا الزعيم أننا على دربه ماضيون بإذن الله، وأن اليمن أنها أغلى من دمائنا، بالروح بالدم نفديك يا يمن، هذا شعارنا. نهني أبطال الجمهورية، نهني الجيش الوطني والمقاومة الوطنية بمناسبة حلول العيد الفطر المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير أيها الأبطال في جبهات القتال الذين يقدمون أنفسهم رخيصة لأجل الدفاع عن الجمهورية ودحر الميليشيات الكهنوتية الظلامية، والذين يدافعون عن الوطن بأرواحهم. نقول لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير. وكذلك نهني الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأيضا بمناسبة الانتصارات الذي حقق الأبطال في جميع الجبهات، نقول لهم كل عام وأنتم ألف ألف خير، وبالروح بالدم نفتيك يا يمن، ونحن هنا من أرض المهجر قلوبنا معكم أيها الأبطال وقلوبنا مع الوطن، ونتمنى مزيدا من الانتصارات، وبإذن الله سنحتفل بالنصر من وسط العاصمة اليمنية صنعاء. نهني الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما نهني سعادة السيد الأحمد علي عبد الله صالح، ونهني حراس الجمهورية قيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، نقول لهم كل عام وأنتم بخير. افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. الزميل أحمد العامري بيبلغكم أيضا التحيات، وبيبلغ أهله وأصدقائه كل التحيات والتهاني، وأيضا الزميل هيثم جسار، وإحنا بنبلغهم أيضا تحياتنا في هذا البرنامج، وأيضا رئيس الإعداد الزميل العزيز عبد الله الوادعي. يعني جميل التنوع اللي طالع معنا، والأمانة يعني إحنا مرحبين بالجميع. وعجبني رافي كان يعني ما شاء الله عليه في التهاني بيهنينا، وهو كبير ذكرني برافي قدو كبير. عبد الله من معنا في الاتصال؟ نورة من وين؟ من السعودية، أهلا وسهلا نورة أخت نورة. ألو عبد الله الصوت موجود، نزلي صوت التلفزيون يا نورة واسمعينا من الجوال. أيش نورة؟ ألو نهنى الشعب اليمني والعبيد طارق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتهنئة خاصة لكل مذيعي قناة اليمن اليوم، وكل عام وأنتم بخير. أبو عفاش ونعم بك يا أبو عفاش، ونعم وثلاثة نعام بالجميع، كل اللي بيراسلونا. محمد شايع الشريفي، شكرا لكم يا حراس الجمهورية والوحدة، أخوكم محمد شايع الشريفي. رعد من المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا يا رعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا عبر الهواء مباشرة. أي نعم. طيب عندي أبيات قصيدة أريد أنا أهديها لوالدي والأم والأخ والأخوان والشعب اليمني كافة. أهلا وسهلا. طيب أبدأ؟ أي أبدأ، أهلا وسهلا. بالفياء أبدأ بذكر الله الخالق الباري الموحد. موحد. ربي اغفر ذنوبه للقلوب الرضية. رضية. عندي رسالة الوالدي توصله الحيف يقعد. يقعد. والأم الحنونه الغالية قدرها في الأولية. أولية. خم من ذي العينان والله من فوق يشهد، وإخواني جميعهم كبيرهم وصبية. الله الله. الله الله، ونعم ونعم ونعم. صح لسانك صح لسانك، إن شاء الله تكون التهنئة وصلت لأهلك.
جميل الشعور المتبادل ولا أروع ولا أجمل الشعور المتبادل اللي بين الأهل والأبناء. يعني الأبناء بيحاولوا إنهم ما استطاعوا إنهم يرضوا أهاليهم ويسافروا ويغتربوا على أساس إنهم يحوزوا على رضا أهاليهم. الله ناس عليه يقدرنا جميعا على بر أهالينا ويعين الأغلبية المغتربين على غربتهم. يعني هذا كان بيحاول يهدي أهله تهنئة على طريق يعني على أبيات شعرية. مع الأسف فقدنا الاتصال، إن شاء الله تكون وصلت الثلاث الأبيات اللي قالهم. رمزي عبد الله من أب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، كيف الخضرة الآن؟ كيف الأجواء الماطرة؟ كيف العيد في أب؟ وين خرجتوا؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ الحمد لله رب العالمين، زورنا الأرحام والأقارب والجيران. ما العيد في أب ولا أروع مع الخضرة والأمطار هذا الأيام، ومع هذه الانتصارات الذي قدم بها قوات المقاومة المشتركة بقيادة العميد طارق صالح، ونتمنى لهم الخير والتقدم والنصر إلى نصر إن شاء الله. حدثنا أكثر عن تفاصيل العيد عندكم. والله عن تفاصيل العيد عندنا، نخرج بعد من صلاة العيد نزاور الأرحام والجيران ونقدم الشوكولاتة والجعالة للأولاد الصغار وصرايح هي كما هي المعتاد. أيوة، فهم بتروحوا أيش الأماكن اللي بتروحوا؟ جبل ربي وينه؟ اولا في البدايه خلينا اهني سعاده السفير احمد علي عبد الله صالح، ونعم بكم ومن ذكرتم عيد الفطر المبارك، واهني العميد طارق صالح، واهني كل جندي محافظ على الجمهوريه اليمنيه. انتم اسيادنا، انتم من تحكمونا، والله انكم في شرف عظيم وفي مقدمه هذه الصفوف لاخراج هذا الميليشيات الحوثيه الارهابيه الذي قصرت الشعب اليمني. كفو بارك الله فيك. نحن معكم يا حراس الجمهورية، نحن مع أبناء الوطن، ونرجو من أحمد علي أن يوجه نداء لكل أبناء شعبنا اليمني، ونحن موجودين وإن شاء الله قريبا سوف نتوجه الآن إلى الجراحي وجبرات لساعة الانتفاضة قريبا بإذن الله. كفو بيض الله وجهك. طيب احكي لنا عن تفاصيل العيد عندكم. والله تفاصيل العيد عندنا كما يرام، والحمد لله نحن فقدنا زعيمنا وفقدنا قائدنا علي عبد الله صالح رحمه الله عليه، ولكننا كعفاشي نحن نفتخر بهذا الشهيد، فخر لنا واعتزاز هو الأمين العام عارف عوض الزوكة. طيب قل لي يعني في مطار الآن؟ ألو، في مطار عندكم الآن؟ أيوه في مطار. الله تتهنى. ورمزي عبد الله من محافظة إب، شكرا جزيلا لك. يعني الحلو في خصوصا في محافظة إب، ليش هي خضراء؟ يعني الحلو فيها انه ما شاء الله يعني في 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 موسم الامطار ولا بتنقطع الامطار يعني نهائيا، ولذلك سميت ايش يا شباب نعم 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 نعم. مع الاسف يعني الوقت أدركنا، ما أحلى اللمة معاكم وما أحلى التواصل اللي إحنا بنتواصله معاكم. يعني الأمانة تشرفنا بكل اللي اتصلوا بنا وكل اللي رسلوا فيديوهات، كل اللي رسلوا رسائل نصية. إحنا مستمرين معاكم في برنامج عيدنا وطن، وإن شاء الله تكون أيام العيد يعني سعيدة على الجميع. وزي ما قلنا نعيد ونكرر إنه رجاء يعني تكاتفوا وتعاونوا. في ناس ما ذاقوش فرحة العيد وإحنا قلوبنا معاهم، مش إنه إحنا فرحانين بالعيد وناسينهم، لا 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 ما هو هكذا، بس إحنا بنفتح آفاق تواصل بالناس يعني اللي يحبوا يهنئوا أهاليهم خصوصا المغتربين. يعني بنحس بالجميع، بنحس بالناس اللي يعني اغتربوا وابتعدوا عن أهاليهم، وبنحس بالناس اللي بيحاول إنه يوجه تهاني من داخل اليمن ومن خارج اليمن، وبنحس بالناس اللي ما داقوش فرحة العيد وما عيدوش. ونتمنى من الجميع إنه يتراحموا الشعب اليمني بيناتهم البين، خصوصا في هذه الفترة. يعني الغني يعطف على الفقير، الجار يتحسس ما عند جاره. تكاتفوا تعاونوا، عيشوا فرحة العيد. والله نساله فرحنا جميعا. كل عام وأنتم بألف خير، ولقاءنا في الموعد نفسه بإذن الله غدا في أمان الله.